صباح الخير، مرحبا بكم معنا على شادا اف ام. صباح الخير المغاربة، مرحبا بكم معنا على شادا، ومرحبا بكم معنا في رشيد دون لو 810. هذه 8 او 8 ديال الدقائق. نبداو البرنامج بشي امنيه زويونه. انا عندي واحد التروك غادي صافي واحد 2 ولا 3 جوغ عاودت بديت كنفكر فيه. كنت كنفكر فيه شي ايامات وكنت حبس، ماشي هبطي ديال ما كتقول بوتيت فوا عاوتاني جي روبري البارح. سي كو البارح يا سي با لو سو ديري با ما نقول لكش اخويا، ما نقول لكش انا ان فو سا ريست بينك وبين راسك. كيف فاش هذيك اللعب وهي يقول لي شنو هو لو فو ديالكم، نقول لك انا شنو هو لو فو ديالي. نو ان فو سا دي با سي ما كنقولوهاش. صباح الخير على سعاد. صباح الخير اشي صافا الحمد لله. انت مزيان؟ صافا ربي يخليك. انت باس ان بون ويكاند؟ وي صحيتي شويه؟ وي شويه شويه ماشي بزاف مي شويه. يونس وي صباح الخير. كومون فاتو؟ صافا تري بيان. ماشي مزيان الحمد لله. صحتك؟ الله يرضي عليك. ما سولتكش انت يا سعاد على الويكاند ديالك، كيداز الويكاند ديالك؟ انا ستي بيان الحمد لله، داز مزيان. كازا؟ وي وي كازا. نو كازا كازا. سي فغي السفر كينقص واحد شويه في رمضان. وي ما كتبقاش تسافر. ما كيبقاش تجلس في الدار. فهم الناس اللي مولفين كيخرجوا، هذا الناس اللي ما عندهم هذا. باغ كونتخ انا نهار السبت درت رفيقه مع 7 الصباح. نهار السبت درت رفيقه مع 7 الصباح. زدني عليك. هذيك انا ولات عندي هذيك، ما بقيتش كاع كنهضر عليها انا وليت. خمسه ونص. عرفتي ستي اوريبل فاش فقت كندير كنلقى 7 ونعس. سيلول بسيلول. عرفتي ونعس اتون ونعس فقت مع شي 7 وربع جوبونس نهار السبت ونعست. وعاود فقت مع تسعود جاب لي الله انا ما عرفتني شحال من ساعه وكتطلع المكنه كتبان لك تسعود دابا تبروغراميت هو الشيء اللي كاين. سي سي ان تخيك دو فو. صباح الخير عليكم حتى نتوما، نتمنى لكم حتى نتوما تكونوا دوزتوا ان بون ويكاند، سرحتوا مع راسكم، شفتوا الحباب والاصدقاء والاقارب والعقارب وكاع الشيء. باسكو كاين شي عقارب اللي خصك ولا بدا تشوفهم ما عندك ما دير. تي كومبوز افيك تي سي الدنيا. بعض المرات كتحتم عليك انك تتعامل مع شي اشخاص. وي هي اللي كون جات عليك نتايا ما تقول لي حتى السلام عليكم. ما تدوش حتى الطريق اللي كيدوز. فوالا. واليوم عندنا العوده ديال الشاف ديالنا، الشاف الكبير. شاف كبير ديال لاكار صغيرة. ليوتنا. ما عرفت فين كيمشي اخويا، ولا لاعب ولا لاعب ولا لاعب مهم جدا. ولا لاعب مهم جدا. صباح الخير اسين مهدي، شفتك مالك كبتي راسك لا ميكرو لا والو ولا شنو في الحلاقة ما فيكش اللي يهضر لي بصح. مهدي فيك. حنا عندنا حنا عندنا خويا المخرج في البرنامج كيتكلم. ما فيكش اللي يتكلم مريح في داركم. ما عندوش ميكرو. الوغ الموضوع ديال اليوم سي نقول لكم واحد القضيه، سي كو كنبغي بعض المرات نهضر في شي حوايج كتقول ودينا على الشيطان بلاش الصباح بلا ما تقلع عليها عباد الله. لا بلا الحريره وزيد كنت انت يا ما يمكنش. مي اي 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 فرانشمون دي فوا فريمون كنتلفو في لا بريباراسيون ملي كنكونو كنوجدو كنوجدو البرنامج وكتبغي تحط لا تيماتيك على الموضوع علاش بغيت تهضر. كتقول نهضر على هادي لا نهضر على هادي لا نهضر على هادي لا نهضر على هادي. المهم كتوضر. ما عليناش قضيه المعقول، وهذا سي فغي ان شاء الله ابتداء من العام من من, من لا سيزون الجايه سي توت فوا كاينه اون سيزون نورمالمون هي اون دوزيام سيزون مي سي توت فوا يا با اون دوزيام سيزون سمحوا لينا نورمالمون هي اون دوزيام سيزون. غادي نبداو نهضروا في حوايج لان عندنا ثلاثه ديال السوايع. كنظن ما يمكنناش عاوتاني دوز عاوتاني ثلاث سوايع حنايا كنضحكوا. دونك نهضروا واحد شويش في حوايج اللي هما كيهمونا. انا من بين الحوايج اللي كيهموني سي نهضروا واحد شويش علينا حنايا على هادشي اللي على روينتنا تو الصحه التعليم. انا ذاك التعليم والله ما كرهت نشدو شي سيمانه ونفرتك والدي تو اشنو ما خدامش في هذا التعليم هذا تو اي دوني لا باغول ا تو الموند بيان سور. اللي بغى يهضر معنا مرحبا به، يصيفط لي ميساج يجي كاع لهنا لهنا الاستوديو الا كان مسؤول ولا هذا ونهضروا نفرتكوا والدي هذا الدوسي هذا باسكو سا كومونس فريمون سي لا باز. ولات فريمون كان مبرسطاني وغادي نقول لكم علاش هضرنا عليه، لانه واحد الدوله خدات واحد القرار بخصوص التعليم. شنو هو القرار غادي نهضروا فيه من دابا شويه بطريقه الحال فرشيد دون لوي 10. مي لي زامي السوجي ديال هذا الصباح سي المهدي. ميرسي اخويا.
السوجي ديال هذا الصباح كاينه واحد القضيه اللي معروفه واحد شويش عالميا هما اللي كنسميوهم باللغه الفرنسيه لي بيشي كابيتو او لي سات بيشي كابيتو ها وي شنو هما لي 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 سولني شنو لا شنو هو بيشي دابا بالعربيه خطا ماشي خطا ذنب ارتكبتي ذنب سي سا وي سي سا ولا خطيئه ولا شي حاجه بحال هكا ذنب ذنب خطيئه مو جيغي بلوتو خطيئه ماشي ذنب باسكو ذنوب كاينين ذنوب ظريفين لا باسكو لي بيشي كابيتو سي الذنوب الكبرى فوالا لا جو كوا الكبائر الخطايا اون فاسون لا سي بيشي كابيتو سي سكي تو ليس وقت ترتكب ذنب لا لو بيشي كابيتال سي دوك السبعه ديال لي بيشي اللي ما كيخليوكش تدخل الجنه اه اوكي اه ما كيخليكش تدخل الجنه سا اون فيغا ابخي كان عارف واحد السيد كيوقف في الباب دور معاه دور معاه صحابي الفي اي بي الوغ لي شات لي سات بيشي بيشي باردون كابيتو اه ونا لو روتور ديال صوفيا فين غبرتي اه صوفيا اه فين غبرتي دونك سي خطيئه او فات بيشي دونك بيشي هي خطيئه ولا خطايا الا درنا الجمع اولا السبع الخطايا خطايا السبع الا بغينا نسميوها بحال ما هكا واللي هما الوغ On fait d'abord un tour. Je n'ai pas les sept péchés capitaux. Aoul haja la colère. Le ghadab. Ouais. Tani haja l'avarice. Le bukhil. Oui. Que tu connais bakhil. Ouais. Pingouin. Qui dit chez DFG. Telt haja y a l'envie. L'envie. L'envie y a chez moi. Ok. Que tu as besoin de l'envie. Rab haja l'orgueil. L'orgueil, c'est on va dire. Mais pas takbour, mais oui, non. Chebia plutôt. Je plus ou moins. Plus ou moins, je ne l'adama, on va dire ça. Non, l'orgueil, c'est dit que nefs l'khawiya, c'est un peu. C'est ça. Je dirais plutôt je ne l'adama. La folie des gars. Quelle la gourmandise. اوكي هي انك كتاخذ بزاف من اي حاجه كتاخذ منها بزاف زي زعما ماشي كتاخذ كاس ديال القهوه كتاخذ طرموسه ديال القهوه ما كتاخذش غلاس كتاخذ لو بو دو غلاس داك اللي فيه كيلو ونص تيوا كضحك كتقول جهنم انا راه غاده بعيني محلولي كاين لا باريس aussi اوكي alors la paresse هي العجز العجز لا والخمول الخمول كد ما كدير والو يا زيد زيد تاك تسنى تيوا تقتاتو على اللي دفاك ولا لوكسور ولا لوكسور هي ديك الفخامه والضخامه وداك الشيء سي لو مود دو في الخبيت ما كيخصوش طوموبيل كيخصو ليموزين ما كيخصوش يسافر في طياره كيخصو يوت ديالو كيخصو جيت بريفي ديالو Voilà, donc il y a la lecture. Ok. Donc, Khtaro ou Ahfado, dirons le ghadab. Le ghadab. Non, c'est pas si passionnant que ça. Moi, ce qui me passionne, c'est la luxure. La luxure, Pshar. Younes. Ouais. شنو لوكسور ليكان انا ليكان انت ليكان انت واخدهم بسبعه انت هذاك مسكين مهدي انت بحال 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 جوغي دي لا غورمانديز انا لا غورمانديز انا قلت زعما ندير لك ولينا موزيغي لا غورمانديز ولكن لي جون يجل لي جون الناس صايمين ما بغيناش نبداو بلا غورمانديز الناس صايمين شو معنى المهم صايمين غادي نبداو ان سوجي بيجور 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 سي رشيد صباح الخير صباح النور وغبيت نقول لك وقالت لك امك وسيم الله يرضيك جدو سي رشيد صباح الخير وغبيت نقول لك وقالت لك امك وسيم الله يرضيك امين ميرسي بوكو خويا شكرا لك بزاف ميرسي بوكو بور طون ميساج فريمون معنا واحد موسى مهتا وصفتنا ميساج قبل ما نبداو مع 8 الا ربع صباح الخير اخو رشيد صباح النور خويا بخير صافا عليك هاني الحمد لله الله يحفظك هاني الوقت تعاود كنت مزيان صافا خو هاد الاذاعه ديالك زوينه بزاف ديالي ماشي والله ما ديالي تونسينا مع الصباح اخويا شكرا شكرا لك ميرسي ليك انت اخويا اخويا صونين عليك شحال من خاطر اخويا بالي نهضر معاك سي با غراف ما تيشد ليناش الخط اخويا نور الدين نور الدين انا اخويا نور مرحبا نور الدين من واد الزم مرحبا اخي نور الدين فوالا وانا رشيد
وحق الله العظيم صباح الخير والله العظيم لا رشيد ميرسي بوكو شكرا لك بزاف على الميساج ديالك. الو غنبداو معكم بطبيعه الحال الحلقه ديال اليوم ونبداو بالموضوع ديال اليوم بطبيعه الحال. الو بغينا نرجعوا دغيا لواحد القضيه سكو انا زعما كنا باغيين بين كنت زعما باغي نهرف هاد الصباح ساعه سي مسعق بيا يان ساتيام بيشي سي لا ليكسور مي ماشي داكشي اللي قلنا جو روتير دونك سكو جي دي سا لا ريان افوار مع 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 لو لوكس سي ان لوكس ان سوا يا انا كي با كوم سي فري سا بو تقدر تقدر حتى وي بو كوتي تري شير هذاك وي la définition. Ouais. Alors la lecture qui fait nshrahou al mustami'at wal mustami'in bach nkounou wahed chwich bach ma jouch chwich zona ma'a 10 wala qbel. Chi wahed ando adwaq ajiba. Ando adwaq jinsiya ajiba. Voilà. Kibghi ymchi l'extrême. Voilà. On va dire. Ana wala moul. ولكن ما كاين ماشي مساله جنسيه كاين حاجه اخرى سينو ايمورال خصها تكون ايمورال داكشي اللي ما مزيانش اي حاجه ايمودري ريشيرش اي براتيك دي بليزير سيكسوييل كونسيديري كوم ايمورو دونك شي حوايج كديرهم اللي عند عامه الناس عامه الشعب عامه الامه عامه كوكب الارض حرام ما تفعل يا ولد. صباح الخير صباح النور مرحبا بكم على شاده اف ام وفراشيد دون لو 810 معكم رشيد الادريسي معنا السعاد معنا يونس ومعنا مهدي في الاخراج ومهدي كذلك في الحال في لي ريزو سوسيو ومستمعاتنا ومستمعينا ومكملين ان شاء الله بحول الله جميعا كوم صاك كوبانيه وحده حتى العشره صباحا. صباح الخير خويا رشيد صباح النور ليكيب صباح الخير شاده اف ام تحياتي لك خويا رشيد معكم محمد العروسي من طنجة مرحبا محمد عامل النظافة وخويا كنعاني من هذا المجال الأخطر في رمضان كيكثر الأزبل بزاف كيكثر علينا تمارة ونتمنوا المغاربة يحسوا بنا ويعاونونا وشكرا خويا رشيد ميرسي بوكو اخي محمد على الميساج ديالك والميساج ديالك واضح اليوم فوالا بلوديغ باسكو انا جي اونفي تفق عليه لانه فوالا اولا بعد عامل النظافه دونك شكرا اخي على الخدمه اللي كدير هذه شكرا باسكو سي غراس هاد السيد هذاك فوالا الزناقي والشوارع ديالنا وبزاف ديال الحوايج نقيين الحمد لله شكرا اي باغ كونت شكرا ليه هو وما شكراش لهذاك اللي كيلوح الزبل وي وي ما فهمتش كنتمو غاديين في الزنقه ديك لعبه حيتي شي حاجه من لومبالاج ديالها شرب تيقرا خويتها كتلوحها في الزنقه زعما عندك الدنيا هانيه يعني. بقيت الكارو خاويه كتلوحها حتى هي عندك الدنيا هانيه يعني. وانت غادي كتلقى بعض المرات كتطيح شي حوايج في الزنقه كتقول كيفاش بنادم لايح هادشي هنا كاين شي حوايج سي فريمون بيزار. صباح الخير صباح النور مرحبا بكم انا رشاد اي فهم صباح النور صباح الخير صباح الورد صباح النور صباح صباح الشهوه هذيك واش نقول لك هذيك قالت لك اللي شافته لالا غنوا بغات منو انا تنقول لك اللي شافوا با غنوا غنغون اللي شافوا با غنغون غنغون لا لا خويا اش نقول لك الشهوه موضع في شكل وي اي وي ولي لا لا كما تعرف راه فيها وفيها شنو فيها الشهوه فيها وفيها كل واحد ذوقه كل واحد شهوته اكزاكتومون بصح ايوا لبس قد كيواتيك سي فري الله ليه في راسي وعلى هادي بون جورني وشكون مبروكا ميرسي اخي شكرا الله يحفظك ما قلتش لنا الاسم ديالك مولي بيان سافوار شكون معنا سميتو غنغون بلوس 243 سميتو غنغون ما قالها في اللول باغنغون باغنغن باغنغن ايمان من جديده رشيد يونس مهدي سعاد كي دايرين يعني لاباس عليكم صحتكم بخير وعلى خير الحمد لله. بالنسبه للموضوع ديال اليوم لا انا عندي داك الشيء مقنن ماشي اللي شافته غنوت بغاته داكوغ داك الشيء عندي مقنن وبالوقت ديالو وي يلاه صباحكم مبروك وتبارك الله عليكم ايمان سي من صحاب اكسل كلشي مكتوب كلشي مرتب كلشي عندي رونديفو ما بين 8 عندي وقيته خاويه ما بين 48 و 852 غنمشط شعري جي اونفي نمشط شعري بيجور 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 صباح الخير مرحبا بكم معنا رشاد اي فيهم مرحبا بكم معنا في رشيد دون لو 810 صباح الخير رشيد صباح الخير ليكيب اللي معك كامله بخصوص الموضوع ديال اليوم وي انا لو كونترير انا عباد الله ما كنتشهاش عباد الله بغيت منين نتشهى عرفتي كون كان هذا
يعني نمشي لشي شي سونتر يعلموني كيفاش نتشهى ولا يدكوا لي شي ليبران ولي نتشهى بحال عباد الله والله حتى نمشي ندك ديك ليبران ولي نتشهى عرفتي والله الا تيلمو كنشوف الماكله ومال الدواء طاب واش تجيني النفس ونتشهى شويه لا باغ كونط واحد راجلي معذبني عباد الله كنخرجو يتسخر يجيب غير جوج خبزات كيمشي يجيب جوج خبزات يجيب بان سويس يجيب انا كل هادشي كامل ناري راه غير شفته تشهيته ما قدرتش ايوا لا مشيت نهار صيفطته للمارشي صيفطته على مطيشه ومثلا وشي حاجه اخرى يجيب اللي لقاها في الطريق ويجيبها اللي لقاها في الطريق ويجيبها انا نصيفطو على حاجه غنطيب حاجه هو كيمشي كيتشهى ليا حاجه زعما العذاب 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 كفي لي كيليبر هذا ما كان صباحكم مبروك الى من رباط ميرسي بوكو شكرا لك بزاف يا لابي سي فري كو فوالا داكشي اللي ما عندكش انتيا فوالا كافي بي هو تو سامبلومون صباح النور سيدي رشيد صباح النور ليكيب يونس مهدي سعاد مهدي ديال لي ريزو سوسيو صافا صافا كي كتحسوا براسكم في هاد 10 ايام الاخر يلاه هضرنا عليه كلشي مزيان نتمنى تكونوا بخير وعلى خير خويا بالنسبه لونفي هذا بالنسبه للماكله بعدا ما عنديش لونفي المهم مره داكشي كيجي وي مول زعما باش نقعد حتى نتشهى هادي ونتشهى هادي ونتشهى هادي ما عنديش هذيك القضيه كاع ما فهمتش علاش ولا حين غادي وكنشرى فيه يمكن كتمشي ليا الشهوه حتى انا هادي ما عمرها ما كانت عندي وخويا بالنسبه لهذوك الناس تاعو عم النظافه يا ريت يكونوا يشوفوا من حالهم مساكن وحق الله العظيم الا كيبقاو فيا كنت مجهيه مع ربعه من الخدمه كنشوفهم مساكن في هذوك الشموش وهكاك ضل المسكين الله يكون في العوان يشوفوا من حال هذه الطبخه هادي الله يكون في العوان للجميع الله يسر اخويا صباحكم مبروك ميرسي شكرا لك بزاف ميرسي المراكشيه ديالنا زانتي سولتينا عليها قبيله قلتي شحال الناس باش تشوف المساج وي سبتاتو نو نعاودو نسمعو المساج ديالها صافي صافي دي بيان السلام يا ساده الشهر اللي تعم فيه الفرحه والعباده نزورو فيه القريب والبعيد وندخلو عليهم السعاده نديرو فيه الخير ونعاونو الفقير بكل عزيمه واراده ناكلو ونشربو شويه بشويه باش نتفاداو زيارة العيادة ومع الحباب والصحاب نسمعوا لرشيد وطاقم الإفادة والاستفادة على الحبيبة شادة رمضان كريم اي توب علينا الي مانيفيك هاد النيته هادي ايدايوغ كيعجبها كاع لانه صيفطات لنا ميساج قالت لك شكرا بزاف اللي كدوزوني كل صباح كيعجبني الحال وخا ما كنسمعش لكل شيء لانه دائما هي مضيفات السيدة الإيمان طائرة هادي ملي نعطيوها بروموسيون تولي 747 ميختا كتسجل لها لي ميساج كل صباح اوكي دونك ايكوت مرحبا معنا مستمعة من لاس بالماس صباح الخير عليكم كيف صبحتوا لاباس عليكم عشركم مبروكة الحمد لله انا واحد الانسانه اللي ما كنتشهاش مره واخا نشوف لي شفت واخا نشم لي شاب ميت ما عندي الدنيا هانيه كاينه الدواقه وكاينه الغلاقه اللي كتغلق وصافي انا من ديك النوع اللي كيغلقوا اللي كان المهم ما بقاش بالجوع توحشت واحد الحاجه ومشهياها ولكن ماشي يعني ما عادي ونقدر نصبر على ديك الشهوه ديالها هي واحد الحاجه سميتها كاليندي في طنجه انا ما كنعيش دابا حاليا في المغرب كاليندي ان شاء الله ملي غادي نمشي غادي نستناها الاولى كنتمنى لكم نهار مبروك وعواشركم مبروكه ميرسي طاقم كامل شكرا والله يعاونكم ميرسي بوكو ولي كذلك من لاس بالماس صباح الخير صباح النور مرحبا بكم على شادا اف ام كوني معكم حتى العاشرة صباحا هذه 9:30 نمشيو معكم ديريكتومون لو بوز دو جور يلا سي 8:10 على شادا اف ام نمشيو معكم لو بوز دو جور ديال هذا الصباح وغادي نهضروا على جوج ديال العائلات الملكية اوكي نبداو بالعائلة الملكية الأردنية شنو زعيت الحال كنا واحد ستوري ديال الملكة رانيا اللي جاب دورها مزيان انا متبعها هذيك السيده سو انستغرام اي جادور سكيل بوست وبزاف ديال الحوايج وفهم بغيف اي شفنا بطايت الحال كيفاش كيف تروب عادي فوالا عادي كامل
famille. Ouais. Badine, le cousin a dit ouais. Alors, après il se pose à table, voilà, ou qu'est-ce que tu manges, le boîte ou l'homme, voilà, ou l'oulida, c'est génial. Nas, déjà tu m'as choisi, je rêve, donc ils s'appellent Moshadi, je veux dire que c'est le chadam ou le hacham, voilà. Voilà, il y a des familles, voilà, on a ou Malik, voilà, qui est un saint, tout simplement. Et la vidéo a fait le tour du monde où Kulchi kan Kulchi ajbou le hal. Oui, voilà, c'est. Bah, oui. Et puis aussi la deuxième vidéo qui date le buzz, c'est la vidéo de Wali Al-Ahd le Maghribi, Wali Al-Hassan. Peace. Je pense que c'était un signe بالنسبه للوداد تاع الحال اللي كانت اللي لعبوا تاع الحال هذا الويكاند هذا malheureusement واحد لواحد. Oui, mais ça cause l'arbitre. Hein? Apparemment, l'arbitre vraiment khala. Moi, j'ai regardé le match à Tira. Apparemment, vraiment, vraiment khala l'arbitre. Ah, donc, le match retour le week-end. Là. On te met maintenant, Louis-Dad, voilà, j'ai le cas. Et en tout cas, bon courage, Léon, je m'en vais. On va se frôler parce que c'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout. لانه تكون مغلوب وتكون مغلوب وتعادل وتحيد لك بيت وتحيد لك بيت وتحيد لك بينالتي وتحيد لك لاعب دونك بريف روينك حلا دونك سيتي ان جولي جيست لا فيديو زون ديال ولي العاد ولي حسن سيتي فريمون مانيفيك تي جيست كوم سا خارج ان بو على العاده ديال داكشي اللي موالفين كنشوفوا اي سي بيان اننا نخليوهم بحال ما هكا ليبر ما بقاوش شي واحد حتى حنا عاوتاني كنقجروا لا ما كانش عليه يدير بحال ما هكا هو عنده منصب ديال ولي العاد هو اللي غادي يكون ملك من بعد ولكن جو كرو كو سون ان تران شونجي دابا نو سي فوالا خليوه il vit son âge et عيش l'âge ديالو mais انا اللي كيخلي شحال عنده 16 عام صرا سي اللي كيقني رشيد سي شكون اللي غيقدر يتكلم tu vas pas apprendre à ولي العهد يكون ولي العهد. Oui, mais bon, non, c'est même pas ça. C'est, voilà, ça reste un jeune, pas le gars, les jeunes. Un jeune. Voilà, c'est là que j'en adore ce soir. Alors, l'humour, c'est une drôle. Là, la situation qui est حاليا في الخليج العربي. Oui. Où كنا سمعنا la semaine dernière, كان قال السيمانه اللي فاتت الرئيس ترامب باللي كانوا صفتوا واحد حامل طائرات سميتو USS Abraham Lincoln في الخليج. Oui. Et بغينا نعرفوا شنو هو هذا USS Abraham Lincoln parce que ماشي باطو هادي دونك بغينا نتعرفوا عليه بغينا نعرفوا شنو جاي يدير وشنو الخطر اللي كاين في الثلاثه اللي السير اخويا على بركه الله. Alors l'USS Abraham Lincoln من نوع ديال الباطويات اللي كيتسمى حامل طائرات ثمن الصنعه ديالو 14 مليار دولار في 1989 وعاود تجدد العام اللي فات ب 4 مليار اخرى 18 مليار دولار باش كتصنع واحد ف 14 باش صوبو واحد لونتروتيان ديالو باش عاودو قادو سميتو وفبلا ما نهضروا على لونتروتيان ديال شاك لونترينمون لونتروتيان انويل هذاك خلاص عاوتاني بوحدو هذاك دونك كيتقام عليهم ب 18 مليار دولار عند الولايات المتحده براسها عندها غير 8 منها دول بحال روسيا الصين والهند عندهم غير واحد داكور دونك ماشي اي جيش اللي عنده اصلا حامل طائرات الوغ هذا الوحش ديال 336 متر التقدة ديالو تقريبا 3 تيرانات ديال الكرة في 46 متر ديال العلو و 100 ألف طن ديال الحديد باش مصاوب بشخ كيمشي بربعة ديال المطر نووية سيتادير كو كيقدر يمشي في البحر 25 عام بلا ما تعمر فيه ليسانس بلا والو 25 عام كيخرج من البور ما كيعاودش يوقف هذا هو اللي خاصني انا وي وسير غبر غبر بقى كدور زوين انا مانيش فيه الطيارة في حاجة أخرى هز فوق منه 6000 جندي و دايوغ البارح زادوا 1500 جندي اخرين دونك دابا حاليا 7500 جندي نو و 1000 بيلوت واو زائد عليها 90 وي باسكو ديما كنسمعوا حاملات الطائرات مي اون صايب سي ان تروك جيغانتيسك خصك تفهم فوالا شحال من متر ديال الطول 336 متر 3 تيران كرة و 46 متر في العلو طول في العلو وي الوغ كيجمع 6000 سولدا بون دابا ولات 7500 كاين 90 طياره من نوع اف 35 ومن نوع بي 52 ماشي الكوكتيل الايرلندي بي 52 بوينغ 52 واحد الطياره ديال الحرب اللي مسمي عليه داير اللي مسمي عليه اكزاكتومون باسكو واحد كيفرقع المدون الاخر كيفرقع الراس
غير بهاد الامكانيات هادو ديال هاد الباطو واحد ثلاثة منه يقدروا يدمروا قوة نووية بحال فرنسا انجلترا او الهند ستاجر كو ثلاثة من هاد حامل طائرات يقدروا ديجا يدمروا دول كبار تحموا عليك ثلاثة هزك الماء هزك الماء اما دول اللي ما عندهمش يعني لا نووي لا شي حاجة راه في 12 ساعة مشاو 12 ساعة كريم باوي نص نهار وي نهار وي بالنسبة للبوينغ بي 52 هو حتى هو وحش ديال 55 متر مترو ماشي بحال الطيارات العاديين اللي كيمشيو غير بيلوت واحد فيها خمسة ديال الناس خدامين فيها واحد بيلوت واحد كوبيلوت وثلاثة اخرين كيصيفطوا في القنابل كيقدر يهز تيقدر يهز 80 قنبولة نووية ديال 500 كيلو وعدد ديال لي ميسيل انتي تانك انتي بنكر وكيضرب من بعد ديال 1000 كيلومتر سيتاجير ماشي ضروري يكون فوق منك باش يضربك يقدر يكون من برا الحدود ديالك باش يجيب فيك القنبله النوويه واو الوغ الاستول هادشي باسكو سي با الاستول 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 وي الاستول الاستول اللي مع اليو اس اس ابراهيم لينكولن مازال ما تسالينات باسكو مع 8 ديال صباح هذا طاب لا سيتي كومون ني موفي مصباح هو كيعطي معلومات واعره وحنا رصقنا في هذا الاستول الاستول اخويا كمل سي باغرام زيد معاه 8 ديال الغواصات سيتادير 8 ديال لي سوماغان نووي حتى هما تابعينو حتى هما كيبقاو مدري 24 عام هما كيدورو معاه باسكو حتى هما الطاقه النوويه الطاقه النوويه كتمشي بلا ليسانس 8 ديال الفريقاتات او لي فريغات سريعه حتى هما تابعينو 4 المغرب عنده دي فريغات سي كو لي فريغات سمح لي سي دي بيتي باتو اللي سرع اوكي هادو كيكونوا ثقال حتى هو جو بونس كاين شي طياره ولا زوج ولا شي حاجه لي هليكوبتر لي هليكوبتر وعندك 8 ديال التيارات ديال تشويش الترددات يعني لي برويور دو بيست يعني ما تقدرش تعرف لي فريكونس ديالهم شنو كيتقالوا بيناتهم و ان تروك كي تري تري امبورطون سي ك هاد الباطو هذا خرج ثلاثه د المرات هذه هي الثالثه وملي كيخرج كتنوض كيضرب فوالا سي سا ملي كيخرج ما كيخرج ما كيخرجش خاوي كيبوعو هذا ما كيخرجش ما كيخرجش خاوي خرج المره الاولى في 1900 باسكو كيحسبوا له سميتو كيقول لك الا خرجناه ها كومبيان سافا نو كوتي اكزاكتو نرجعوا هذا الشيء فوالا وهذه المره بون هذه المره ما بغيتش نتكلم عليها بزاف مي هذه المره الامارات والسعوديه قالوا لي احنا غنخلصوا لك ليسانس ديالك وداك الشيء كامل لكن نووي جيب لنا دويره في قالوا لي لو تريك سي كخرج ثلاثه المرات المره الاولى في 91 حروا بها الكويت المره الثانيه 2003 طيحوا بها صدام المره الثالثه هي هذه سي تادير كو بون هاد لو جونغ دو باتو مين كيخرجوا كيخرجوا باش يضربوا ما كيخرجوش باش يبقاو يتفرجوا اي والله الله يدير فيها الخير ونتمنوا ما تنوضش حرب باسكو الله يشوفنا ويشوفكم بخير والصحه والسلامه امين احنا الحرب مع ايران ما يمنعها تكون سوده سجل دي زونفون اللي وصلني قبيله صراحه ونسيت ما دوزتوش وكنت معول باغي ندوزو اي mais j'adore غادي ندوزو باش نساليو اي كيف ديما طيح الحال لي فوا دي زونفون سون جوست مانيفايك le seul survivant. L'autre clown dinosaure. Bonjour Abdi Rachid. J'adore. Super Mario. Bonjour Abdi Rachid. داك كان مخبي في شي قنزله. كان مخبي في شي بيسات تتكلاو على وتمخرج لهم. ميرسي بوكو سعاد شكرا لك بزاف يا سعيد حركي في الصباح ميرسي الميدي في الاخراج وكذلك اما كاخويا ولات كتولي كتلعب الفلامينكو كتولي ها وما دي كذلك في لي ريزو سوسيو